السلام عليكم. ان شاء الله غادي نحاولوا ننتقلوا ان شاء الله للدرس الاخير ديال دوزيام باك بيوف اللي هو ليزيكواسيون ديفيرونسيال لينيير. بالنسبه لهذا الدرس هذا ما صعيبش بزاف، غير حاولوا تركزوا معايا فيكم. بالنسبه ليزيكواسيون ديفيرونسيال، الفرق بيناتهم وبين ليزيكواسيون العاديين جينيرال اللي كنا حنا ديجا كنقراو، كيكونوا لي سوليسيون غير سو سون دي نومبر ريال، يعني كيخرج ليا عدد حقيقيه، ولا يكون عندي اونسومبل فيد ولا ذاك. هنا لا، فهاد ليزيكواسيون بالضبط ليزيكواسيون ديفيرونسيال كيكونوا الحلول غادي يخرجوا لينا عباره عن دوال، يعني سو سون دي فونكسيون، وتقدر تكون فونكسيون اكسبونسيال، فونكسيون تريغونوميتريك، ولا لو برودوي دو دو فونكسيون. المهم دابا ما كيهمناش، اللي كيهمنا هو الحلول خصهم يكونوا عباره عن دوال. هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هاد الدرس هذا فيه دو بارتي، فيش دي بارتي بزاف. لا بارتي الاولى كتهضر على ليزيكواسيون ديفيرونسيال دوغد 1 وعندنا دوغد 2، باش تعرفوا نتوما دوغد 1 ومن دوغد 2. دوغد 1 مثلا عندي غير بريم اللي كتسمى دوغد 1، ولا عندي ايكغيك مثلا سكوند يعني دو بريم راه دوغد 2. هذا هو الفرق بيناتهم. نبداو بالاولانيه اللي هي ليزيكواسيون ديفيرونسيال دوغد 1، كتكتب ليها الاولى على الشكل التالي. ليكواسيون الاولى ايكغيك بريم ايتيكال ا ايكغيك، المجهول عندي هنايا هو ايكغيك، ولكن هاد ايكغيك عباره عن داله تشين فونكسيون، يعني ايكغيك زعما ماشي ان نومبر غير، راه ما كتبتهاش. انا كتبت ا ايت ان نومبر غير ابارتينون ا ار، هذا عدد غادي نعرفوا شحال هاد العدد هذا داكا. ولكن اللي خاص تعرف دابا هو هاد ايكغيك هو المجهول اللي كنقلب عليه، ولكن داك المجهول اش غيخرج في الاخر؟ غيخرج عباره عن داله، يعني كنقلب انا على واحد لا فونكسيون في الاخر. شنو هي لا فونكسيون؟ راه كيعطيوها لينا، ركزوا معايا مزيان، يعني عندنا في القواعد. نجيو هنايا بروميامون، الا بغيت نخرج هاد ليكواسيون هاد النوع هذا اللي هو ايكغيك بريم ايتيكال ايكغيك، كيكون عندي دو تيب دو سوليسيون. كاينه سوليسيون جينيرال وكاينه سوليسيون كوا بارتيكولير. ركزوا معايا مزيان. نجيو هنا بالنسبه لا سوليسيون جينيرال، وعندنا سوليسيون ها هي سوليسيون بارتيكولير. داكوغ، بالنسبة لا سوليسيون جينيرال كتكتب على الشكل هذا، ركزوا معايا مزيان. إيكغيك دو إكس، علاش كتبت إيكغيك دو إكس؟ قالنا الحل هو إيكغيك، يعني كنقلب على الحل المجهول ديالي هو إيكغيك، ولكن إيكغيك عبارة عن دالة. علاش كتبت إيكغيك أون فونكسيون دو إكس؟ إيكغيك دو إكس إتيكال أكوا؟ إتيكال كا في ليكسبونونسيال دو أ إكس. شناهي كا؟ تا هي إتشين كونستونت، كا أبارتينون أ أر. داكوغ، هاد الكا هادي حتى هي راه كونستونت واخا. دونك هادا قاعدة خاصك تعقل عليها. إلا عندك هاد النوع ديال ليزيكواسيون ها هي الأولى، غتبان لك أنت في الإمتحان إيكغيك بريم إيكال أ إيكغيك، لا سوليسيون ديالها جينيرال هي هادي، هي كا في ليكسبونونسيال ديال أ إكس. فين هو أ؟ هو هاد العدد كيعطوك هنا في التمرين، ها هو في ليكواسيون، وكتبقى لك كا. دونك أنت في لا سوليسيون بارتيكوليير اللي كتقلب عليها، غتقول ليه ديتيرمينون، ديتيرمينون ديتيرمينون كا. باش نقلبو على كا كنقلبو على واحد الحاجه سميتها دي كونديسيون انيسيال. ركزوا معايا مزيان، كونديسيون انيسيال. هاد لا كونديسيون انيسيال اللي عندي في الاول كيعطيونا مثلا ليماج ايكغيك مثلا ديال واحد العدد ايتيكال ان نور، مثلا نسميو هذا، مثلا نسميو اكس زيرو، ولا نسميو ايكغيك زيرو. داكا، دونك ايكغيك دو اكس زيرو تيكال ايكغيك زيرو، يعني هنا كتسمى كونديسيون انيسيال. علاش هاد لا كونديسيون هادي؟ باش نقلبو على هاديك لا كونستانت كا، وفي الاخر كتجي كتكتب ليه دونك لا سوليسيون اللي كنهضرو عليها هي ايكغيك دو اكس. هاد الكا راه غادي نعوضوه بهاد لا كونديسيون انيسيال، غادي نخرجوه ديجا نقلبو عليه في ليكسبونونسيال ديال ا اكس. هاد ا تا هو راه غادي نعوضوه باش بهاد العدد اللي عطيناه هنا في الاول. دونك شحال من حاجه كتعوض؟ جوج الحوايج، عندك لا كونستانت كا كنقلبو عليها وكنقلبو على ا. ا كتكون معطيه في التمرين هاي هنايا في ديجا في ليكزارسيس، وهاد لا كونستانت هي اللي كتبحث عليها باش بلي كونديسيون انيسيال. لا كونديسيون انيسيال كتعطي على الشكل هذا، عطيك دو بوان ليماج، عطيني لونتيسيدون ليماج، يعني كنمشي انا وكنقلب على هاد لا سوليسيون، هاد لا سوليسيون اللي هي بارتيكولير كنقلب عليها لا كونديسيون انيسيال، كنمشي وكنبقى نقلب كيفاش كندير ليماج، كنحسب شويه عليا وكنقلب على لا كونستانت كامل. كتلقى كتعوض هنا صافي، في الاخر كتخرج لك هادي هي لا سوليسيون بارتيكولير. ديالاش ديال هاد النوع ديال ليزيكواسيون هادي.
مزيان. دابا يمكن ليا غادي نحيدو هادشي كامل باش نمشيو نديرو ان اكزومبل. ركزوا معايا فاكم، غنمشيو نحاولو نديرو ان اكزومبل باش تفهموني مزيان. ها هو اكزومبل نيميرو 1، قالوا لي ريزودغ ليكواسيون. بطبيعة الحال راه هي ديفيرونسيال. ها شنو هاد ليكواسيون؟ ها هي او اللي هي ايكغيك بريم ايكغال مثلا دو ايكغيك، وكتب لينا هنا تيل كو مثلا ايكغيك دو زيرو ايكغال ا طرو. دونك هادو هما المعلومة ديال التمرين. إلا ما عطاكش هاد لا كونديسيون يعني كافي تعطي لا سوليسيون جينيرال، وإلا عطاك لا كونديسيون برينسيبال اللي كتسمى لا كونديسيون انيسيال يمكن لك تقلب على لا كونستانت كا، يعني كدير لي دو سوليسيون، سوليسيون جينيرال و سوليسيون بارتيكوليير. عافاكم إلا مردو معايا البال. بالنسبة لا سوليسيون ديال هاد ليكزارسيس، أولا قلنا كيف قلنا قبيلة سوليسيون جينيرال. بالنسبة لا سوليسيون جينيرال خاص تكون حافظها ديجا، وليت لكم قبيلة أنا نعاود نكتبها هنايا. ها لا سوليسيون جينيرال اللي هي إيكغيك دو إكس إتيكال كا في ليكسبونسيال ديال أكس، هادي هي لا سوليسيون جينيرال. هاي دابا يمكن يكافي أنني غير خصني نعوض. باش غادي تعوض؟ غتعوض غير أ. فين هو أ؟ هو هاد العدد نضرب في إيكغيك، ها هو مكتوب هنا الفوق، هو هاد العدد هذا. دونك هنا شنو تكتب اليوم؟ إيكغيك دو إكس إتيكال لا كونستانت كا في ليكسبو أشحال هي دو، يعني هي ليكسبو ديال دو زيكس، وكتبقى ليا كا هي اللي كنقلبو عليها. دابا غنبحثو على لا كونستانت كا، ملي كتلقى لا كونستانت كا انت كتكتب فيها لا سوليسيون. كتجي هنا كتقول ليهم ديتيرمينون كا لا كونستانت كا باش بلا كونديسيون انيسيال. اش عطينا في لا كونديسيون انيسيال؟ هاي عطينا ايكغيك دو زيرو تيكال ا طروا. سيتادير انت غتمشي لهذا اللي درتي جينيرال، ها هو اون ا، تقول لي اون ا ايكغيك دو اكس ايتيغال كا ليكسبو ديال دو اكس. مزيان. ملي غادي نجيو لهنايا ها هما عطينا الاكس وعطينا الايكغيك، يعني عطينا لونتيسيدون عطينا ليماج. دونك اش خصك دابا دير انت؟ فيما تبان لك شي اكس غادي تعوضها باش بزيرو، وكتعطينا ايتيغال 3 ليماج راه معطيه. دونك غنجي لهنايا هاد الاكس هادي، فيما تبان لنا شي اكس اون دوا غومبلاسي اكس باغ كوا؟ باغ زيرو. غتولي عندي ايكغيك دو زيرو ات ايكال لا كونستانت اللي هي كا في ليكسبو ديال دو فوا زيرو. هادشي كامل ات ايكال كو؟ هاي ات ايكال طروا. ملي غتجي لهنا تولي ايكغيك دو زيرو ات ايكال، صافي بغيتي تكتبها ما تكتبهاش ما عندهاش مشكل. هاهي تكتب ليكاليتي، ها ليكاليتي اللي عندي هنايا، عندي لا كونستانت كا، تقدر تكتب ايكيفالون لا كونستانت كا في ليكسبو ديال زيرو هي شحال؟ هي ان. هاهي كا فوا ان ات ايكال طروا. دونك كا شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي هي 3. انا لقيت لا كونستانت كا. ملي لقينا لا كونستانت يمكن لك دابا تجي هنا تكتب دونك لا سوليسيون بارتيكولير كيقلبوا عليها هي هادي ايكغيك دو اكس ايتيغال لا كونستانت كا. باش نعوضوها 3، هاهي 3 في ليكسبو ديالها شحال هي ديال 2 اكس. هادي هي لا سوليسيون ديال المعادله التفاضليه الاولى، هادي هي لا سوليسيون ديال اش ديال ليكواسيون ديفيرونسيال دونك 1. هكا كتكتب، ركزوا معايا مزيان، يمكن فهمتوا. نجيو هنايا دونك يمكن ليا نمشي نعطي واحد النوع اخر، ركزوا معايا فاكم. غنمشيو دونك يمكن ليا غنمشيو دابا ليكواسيون ديفيرونسيال دوغ 1، ولكن واحد لو تيب اخر اللي كتكتب على الشكل. ركزوا معايا مزيان، ايكغيك بريم ايكال ا ايكغيك بلس بي. قبيله ما كانش عندنا هاد بي، كانت عندنا غير ايكغيك بريم ايكال ا ايكغيك، الا لاحظتوا داكا. دونك هنا هاد بي ما كانش، كانت ايكال زيرو. دابا الا كانت بي، يعني الا كان عندي هاد النوع باقي حنا خدامين في دوغ 1، ها هي بريم باقي ما مشيناش للسكوند. دونك هاد النوع هذا حتى هو نفس الهضره. غنمشيو غادي نديرو لا سوليسيون جينيرال و لا سوليسيون بارتيكوليير. لا سوليسيون جينيرال هي على الشكل التالي، هاي سوليسيون جينيرال. لا سوليسيون جينيرال كتكتبو على هاد الشكل هذا اللي هي ايكغيك دو اكس ايتيغال كا ليكسبونونسيال ديال ا اكس موان بي سيو ا.
هذه كتسمى سوليسيون جينيرال خاص تحفظها. يعني كاين طريقه كيفاش وصلنا وكذا. حنا دابا ما كيهمناش اللي كيهمنا الا تعطات هذا النوع ديال المعادلات، يعني هذا النوع ديال المعادله التفاضليه كنخرجوا على الشكل هذا. هو الحل ديالها عباره عن داله، وهاد الداله كتكتب على الشكل هذا ك كونستانت قلت لكم قبيله، ا ها هو، بي ها هو، كنعوض تعويض. دابا المشكل عندي انا هو هاد ك، دونك الا بغيتي يجبد ك راه كتقلب دابا على سوليسيون بارتيكولير. ركزوا معايا مزيان، لا سوليسيون بارتيكولير، لا سوليسيون بارتيكولير يعني نفس لا سوليسيون عند قبيله، ها هي هادشي كامل غنكتبو نفسو، ولكن في كاين بروبليم، هادشي كامل كيتعوض ما عندناش شي مشكل، ولكن بروبليم كاين هنا كنقلبو، يعني كنقلبو على هاد كا، لا كونستانت كا هي اللي كنقلبو عليها. ملي كتلقى كا كتعوضها هنا كتلقى لا سوليسيون بارتيكولير اللي كنهضرو عليها. مزيان، غنجيو هنا ناخدو ان اكزومبل، ركزو معايا مزيان. اكزومبل نيميرو 1 قالوا لي مثلا ريزودغ ليكواسيون، طبعا الحال ديفيرونسيال دوغ 1 اللي هي كتكتب على الشكل التالي، ليكواسيون او هي اللي هي ايكغيك بريم ات ايكال مثلا 2 ايكغيك بلس مثلا 4. وعاجو هنا قالوا لينا كيلكو شرط البدء اللي هو ايكغيك، مثلا نقدروا نبدلو ايكغيك نبدلوه ما عندناش مشكل، ماشي تحفظوا هادي ما راه كاينه ايكغيك. نقدر نقول لك تيلكو مثلا اف دو زيرو داكور، هنا يخدم لك باف بريم، يعني داكشي اللي بغينا نخدمو به ما عندناش مشكل. بغيت تبدل ايكغيك بغيت دير اف بغيت دير على حساب المعطيات اللي عندك انت في التمرين، خدام ايكغيك تخدم ايكغيك، خدام اف تخدم اف، خدام جي تخدم جي، يعني داكشي اللي فرضي على الامتحان الوطني كنخدموه. دونك هنا عندنا ايكغيك مثلا ناخذو دو ان ايكال ا دو، هذا شرط بديل. دونك كيفاش غنخرج بعد لا كيسيون؟ لا كيسيون كتحط على هذا الشكل هذا، ريزولغ ليكواسيون، عطاونا ليكواسيون ها هي دوغدر ان حيت بريم، وهاد كتبها هادي راه هي هادي، ا هو دو و بي هو كات، ها هي ايكغيك بريم دو زيكغيك بلوس كات، داكار. دونك هاد النوع هذا خصنا نديرو لا سوليسيون جينيرال و نديرو لا سوليسيون بارتيكولير، داكار. نبداو بلا سوليسيون جينيرال، يعني ركزو معايا. بالنسبة لا سوليسيون جينيرال اللي هي هادي، يعني نكتبو هنايا سوليسيون جينيرال اللي غتكتب لي على الشكل ايكغيك دو اكس ات ايكال، خصو نحافظها اللي كيف قلنا اللي هي ك ليكسبو ديال ا اكس موان بي سيو ا، مزيان اللي كتساوي لي بقى لي غير تعويض. هاد ك ما عارفينش كونستانت، ليكسبو ها هي ا فينا هو قلنا هو هاد لو دو، يعني ليكسبو ديال دو اكس موان ب سيو ا، ها ب ا ا، وتقسم هاد 4 على 2، و 4 الا قسمتي على 6 غينا هي 2، غنكتب نحاول نكتبها عفاكم، موان 4 سيو 2 اللي غتساوي ليا ك ليكسبو ديال 2x موان 2، 4 سيو 2 تيكال 2، داكور. هادي كتسمى سوليسيون جينيرال. فين باقي المشكل دابا؟ باقي هاد لا كونستانت هادي، هاك الا لقيتي لا كونستانت صافي راه ايفيدامون راك لقيتي لا سوليسيون بارتيكولير. ولكن كيفاش غنجبدوها؟ بهاد لا كونديسيون برانسيبال، هاي لا كونديسيون انيسيال اللي عطينا هي هادي. دونك نجي لهنايا غتولي عندي على هاد الشكل، دونك غنجيو هنا سوليسيون بارتيكولير، هايا سوليسيون بارتيكولير، ركزو معايا عفاكم باش غنخرجو لكم بهاد لا ميثود اللي قلنا. غادي نكتبو على لا سوليسيون جينيرال هي ايكغيك دو اكس ات ايكال، شعطاونا هنا شخرجنا ها هي ك ليكسبو ديال 2x موان 2، هاد لا سوليسيون اللي خرجت جينيرال. دابا هاد الاكس هذا باش نعوضو، ها هما عاطينو لينا هو هاد الان هذا، يعني هاد الان هو الاكس، يعني هنا اكس ات ايكال 1، داكار. دونك غتعوض اكس ب 1 وتعوض هذا ب 1، شوف شنو غيولي عندي دابا، غتولي عندي كتبه على هاد الشكل، ركزو معايا عفاكم. نجيو لهنايا غتولي ايكغيك دو 1 هي ك ليكسبو ديال 2 في 1 هي 2، ها هي ليكسبو دو 2 يعني على بيسونس 2 موان 2، اش كيساوي لي هادشي كامل؟ كيساوي لي جوج هادي هاي ايكال ا 2. علاش هادشي كامل؟ باش نخرج هاد لا كونستانت هادي كنقلب عليها هنايا. دونك ك هنايا ايكال ا كوا؟ ايكال الا ديتي على الطرف غتولي 2 بليس 2 سي 4، غتولي هي ك ديفيزي باغ ليكسبو دو 2، هادي هي ك، حنا لقينا ك صافي. وغادي تجي لهنايا غتقولي لا سوليسيون بارتيكولير هي هادي ايكغيك دو اكس ايكال ك، غتعوضها ب 4
sur l'expo de 2, il y a déjà 4, et ce qui est l'expo de 2x moins 2. C'est la solution particulière des équations. Les équations différentielles linéaires. Dès la partie 1, on peut voir la partie 2 dans la vidéo. Inch'Allah, les menorahs. Salam alaikum.